أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، وحوار في منتهى الأهمية. إذن هو تاريخ متواصل لأجيال كل هدفها وكل أحلامها هي إسعاد أو هو إسعاد جماهير النادي الأهلي. واحد من أهم من حمله الابتسامة والسعادة والبهجة واللحظات الحلوة واللحظات الصعبة في كل الأوقات هو النجم الكابتن عماد متعب. لما بقول الكابتن عماد متعب تقفز إلى الذاكرة دائما وأبدا الأهداف الحاسمة في الدقيقة 90 وما بعد الدقيقة 90. النهاردة مشرفنا الكابتن عماد متعب في توقيته في يومه في عظمته في حلاوة الأهلي. يا كابتن عماد أهلا وسهلا بيك، مساء الورد ومنور الدنيا كلها. إبراهيم أنا اللي بتشرف بوجودي دايما معاك، ومبروك للنادي الأهلي ومبروك لجمهور النادي الأهلي ومبروك للعيبة للجهاز الفني مجلس الإدارة، فرحتونا بجد وكل يوم بتخلونا نفخر إن إحنا بننتمي للنادي الأهلي العظيم. صحيح، خلينا ابتدي معاك. كنت شايف المشهد إزاي وأنت رجليك كانت قريبة لسه في الملعب مع النادي الأهلي؟ شايف إزاي فرقة كاملة 15 لعيب مش موجودين ما بين إصابات وما بين تواجدهم مع المنتخب، ده حوالي 11 لعيب تقريبا من الأساسيين يعني، والأهلي رايح كأس العالم للأندية وانتوا كنتوا من أوائل الناس اللي ودت الأهلي كأس العالم للأندية، وانت عارف انه معترك صعب جدا 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 طبعا. شايف الموضوع ازاي؟ لا، الموضوع كان فيه ظلم كبير جدا بالنسبة للنادي الأهلي. ظلم طبعا، يعني النادي الأهلي كان بيمثل قارة أفريقيا، وانك تلعب كأس الأمم الأفريقية في وقت ونفس التوقيت تقام بطولة كأس العالم وفي لعيبة موجودة من النادي الأهلي في منتخب مصر، فده كان ظلم كبير جدا. لكن في الآخر الشعار اللي النادي الأهلي بيتعامل بيه، وفي ناس كانت كتير فاكرة إن ده شعار مجرد كلام إن الأهلي بمن حضر. لا، هو فعل، هو حقيقة. هو الأهلي بيكون فيه غيابات لكن في الآخر بيلعب. بيكون فيدرالية كنا بنلعب وإحنا 14 لعيب صحيح. أحمد علي منهم عنده مزق وبيكمل المباراة. يعني في أوقات كتيرة جدا، مش دي بس، أوقات كتيرة جدا على مدار التاريخ بتحصل ظروف والاهلي بيلعب. الاهلي قبل كده لعب بالناشئين امام نادي الزمالك في جيل عظيم وقدر يفوز. يعني القصه كلها الاهلي دايما بيتعامل مع الظروف. يعني انت من اول ما موجود في النادي الاهلي كانت المقوله دي بتتقال لكم على طول بمن حضر وتطبق فعلا. الاهلي ما بيقفش على حد. دي جمله واضحه وصريحه، الاهلي مش هيقف على حد وما بيقفش على حد. يا معظماء قبلكم اعتزلوا والنادي الاهلي مكمل، وانتوا هتعتزلوا وهيجي بعدكم النادي الاهلي مكمل. هيجي مدير فني هيبقى كبير وهيمشي وهيجي مدير فني بعده والاهلي هيكمل. فالمقوله احنا عارفينها وفاهمينها، لكن في ناس كانت في الاول بتقول لا ده مجرد كلام، لكن شافوا ده في وقائع كتير واكدوا لهم في كاس العالم. يعني كاس العالم انت بتتكلم في لعيبه كتير جدا في منتخب مصر كلهم اساسيه طبعا، اساسيين ولعيبه مصابين، ومع ذلك ولا اعذار ولا مبررات. موسيماني خد الفرقه وعمل معسكر في الامارات، اشتغلوا على المباراه بشكل جيد جدا وعملوا اداء في اوقات احنا بنقول ادي والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. أيوه. هو ده اللي عمله النادي الاهلي قدام مونتيري اول مباراه بالظبط، عمل اداء جيد جدا، رجوله، اصرار، ضغط، يعني ضغط على الكوره بشكل ايجابي جدا، تركيز على المكسب. وبعد ما الاهلي سجل هدف على فكره كان بيدور على الهدف الثاني، يعني كان بيدافع بشكل منظم. أيوه. ومع المرتدات كان عنده اكتر من فرصه في الشوط الثاني، اكتر من فرصه كان ممكن يخلص 3 كمان الماتش إنه ده انه يسجل اهداف ثانيه. فهو ده النادي الاهلي على مدار التاريخ. فانا بالنسبه لي البدايه كانت رائعه، بدايه مهمه جدا، مكسب كبير. جت المباراه الثانيه طبعا الظروف كانت لسه صعبه لان لعيبه المنتخب اللي جايه مجهده، موسيماني ما قدرش يلعب باللعيبه كلها بكامل العناصر اللي موجوده، حاول يوازن الامور. يمكن بدايه المباراه او الشوط الاول انا من وجهه نظري كان خاطئ. النادي الاهلي دافع دفاع مبالغ فيه. بيقولوا عليه احترام الخصم زياده عن اللزوم، احترام الخصم للظروف اللي النادي الاهلي فيها. أي. لاجهاد اللعيبه، لغيابات اللعيبه، لقوه المنافس. عندك عندك كذا كذا سبب، لكن في الاخر انت كان عندك اسباب رئيسيه وهي اجهاد اللعيب. ده اسباب رئيسيه واضحه وموجوده والناس صحيح. كلها عارفاها. لكن في نفس الوقت ما كانش ينفع مبالغ في الناحيه الدفاعيه. ده اللي عمله النادي الاهلي امام بالميراس، دخل فيه الهدف الاول، ودي أسوأ توقيتات ان يدخل فيك هدف في نهايه الشوط الاول وهدف في بدايه الشوط الثاني. أيوه. يعني انت بتنزل بين الشوطين خلاص بتقعد بتتكلم هنرجع نعوض، تنزل تفاجئ بهدف تاني. دي التوقيتات القاتله، التوقيتات قاتله او نهايه المباراه طبعا. لو نتيجه 0-0 او نهايه المباراه. لكن في الاخر دي التوقيتات اللي بتهمد.
انك في الدقيقه 45 في الشوط الاول يدخل فيك هدف قبل ما تدخل بين الشوطين. عشان كده دايما يقول لك ايه، لا لازم دلوقتي قبل ما ندخل نكون مسجلين التعادل بالظبط، يعني نسجل او نكسب او يخلص المباراه 0-0 او الشوط الاول 0-0. فالتوقيتات كانت صعبه جدا، موسيماني كان لازم يتدخل بين الشوطين، ما كانش يستنى للهدف الثاني. وبعد ما عمل تغييرات النادي الاهلي سيطر على 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 الشوط الثاني بالكامل على فكره. صحيح، وحتى لما الاهلي كان مطرود منه ايمن اشرف النادي الاهلي سيطر، لان كان الاخطاء انه لعب بطاهر ما لعبش بمحمد شريف كمهاجم، كان في اكتر من خطا موجود عدلهم في الشوط الثاني. في الشوط الثاني النادي الاهلي سيطر على الشوط الثاني. اسالك سؤال، انتوا كلاعيبه بتبقوا حاسين انه في حاجه في الملعب مش على عدلتها؟ طبعا اوقات لو في لعيب بيلعب مش مكانه، لو مطلوب ان انت تعمل تنفذ تكتيك معين بس حاسس انه في لعيب هو اللي عامل يعني مشكله في الموضوع، مش لعيب يعني اوقات ممكن الميكانيزم يعني بالظبط الميكانيزم مش موجود، في حاجه في الميكانيزم مش مكانه يعني مثلا لو يعني انت لو جبت احكي لي من الذاكره حاجه. لا من الذاكره بس طلعت ايجابيه ما طلعتش سلبيه على فكره. والله طب قول. والله العظيم يعني جوزيه قبل كده مسلمان الجوزيه، ما هو ده اللي بقول لك ان هو راجل عبقري. في مباراه الاسماعيلي ومباراه الزمالك طلب مننا ان احنا نرجع لنص الملعب، وانا وعلى ما اعتقد انا وبركات فاتحين على الخطوط، وابو تريكه وشوقي وحسام عاشور على ما اعتقد في نص الملعب. واول ما الكره توصل نص الملعب يبدا الضغط العالي من ابو تريكه ومن محمد شوقي وحسام عاشور، اول ما الكره تتقطع تتلعب في ظهر المدافعين. فاحنا كنا مستغربين ايه التكتيك ده، احنا الفتره دي لا كنا اقوياء جدا يعني اقوياء جدا جيل 2005 و6، فما كنا ليه ندافع ليه نرجع لنص ملعب ليه ندافع. صحيح المباراه كسبنا فيها 6 على ما اعتقد الاسماعيلي في الاسماعيليه ونادي الزمالك، كنا لعب الزمالك سجلنا هدفين في اول 10 دقائق. هي الفكره كلها ان هو كان عايز يطلع المنافس يطمعهم يخرجهم من نص ملعبهم عشان تخترق المساحات. ففي اوقات المدرب بيفكر بطريقه انت ممكن ما تفهمهاش لكن تشوف نتائجها داخل الملعب. فده اللي كان بيحصل، واوقات بيجرب طريقه والظروف ما تساعدوش. احيانا كتير كان بيعملها برضو مانويل جوزيه، يعمل حاجه في الملعب ما تظبطش يقوم مطلع لعيبه عشان يظبط الميكانيزم تاني عادي في اول نص ساعه. هو راجل عبقري يعني. انا حكيت القصص دي كتير مثلا مباراه صفاقسي طول عمري بلعب انا ابو تريكا وفلافي عادي، لا هتقعد يا عماد بره نهائيه مباراه نهائيه عشان هو عايز الشوط الاول يخرج 0-0 ويلعب بتلاته في نص الملعب، والشوط الثاني بيعدل الطريقه زي ما زي الطبيعي زي العادي بتاعه. لما كان يحب يهاجم كان بيلعب بركات باك رايت ويلعب بفلافيو مثلا وعماد وابو تريك، لما يحب يدافع يحط اسلام الشاطر ويطلع بركات. يعني في سياسات كانت بتكون موجوده وطرق لعب متنوعه المدير الفني بيقوم بيها. مستر موسيماني انا بحييه على 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 تركيزه على اختياره للطريقه، اختياره للعناصر اللي موجوده داخل الملعب، ما بيدورش على مبررات مين موجود او مين مش موجود. ما بيدورش على مبررات، لا خالص ما دورش على مبررات. الراجل اشتغل بالعناصر اللي موجوده واشتغل للمكسب على فكره. يعني في وقت ممكن اشتغل وادافع واقول هي دي الظروف. لا الراجل اشتغل للمكسب، اشتغل للمكسب في مباراه مونتيري، اشتغل في الشوط الثاني للتعويض في مباراه بالميراس، اشتغل في المباراه الثالثه امام الهلال. هي دي بقى اللي انا عايز اسالك عليها، لانه الاهلي واجه الانديه السعوديه في كاس العالم للانديه ولم يكن موفقا. هذه المره الاهلي كان مميز جدا 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 رغم ان ظروفه هي الاصعب مقارنه بالمرات اللي فاتت. ازاي النهارده قدر النادي الاهلي يخش الجيم مش بقول بالحماس ده، مش عايز اقول كلمه حماس انه الاهلي طول عمره عنده الحماس، انما الاهلي داخل زي الاسود بالظبط، فتحت لهم الباب احنا داخلين نجيب بدل الجون 3-4 في الاول وهو كده احنا داخلين نعمل كده. دي جت منين وهل كانت متوقعه ولا لا قدام فرقه تقيله فرقه الهلال؟ يعني بص يا ابراهيم عشان ما حدش يقول ان انا ممكن اكون ببالغ، انا على ما اعتقد ان ده افضل شوط للنادي الاهلي او افضل مباراه للنادي الاهلي في تاريخ كاس العالم للانديه. لما الكابتن عماد متعب بقى يقول كده لا دي حقيقه منتهي بقى خلاص دي حقيقه يستاهلوها اللعيبه والجهاز الفني. افضل شوط عمله النادي الاهلي في كاس العالم للانديه او افضل مباراه كمان افضل مباراه كمان. افضل مباراه افضل مباراه عملها النادي الاهلي في تاريخ كاس العالم للانديه. يعني انت افتكر البطولات، المره الاولانيه احنا خدنا سادس، المره الثانيه احنا خدنا ثالث، بعد كده خدنا رابع، بعد كده مش فاكر يعني حتى السنه اللي فاتت لما خدنا ثالث خدنا البرونزيه. لا الاداء بتاع النهارده هو الافضل هو الاقوى. انت بتلاعب فريق
انا لعبت في الدوري السعودي وعارف يعني ايه الهلال. ما عشان كده وانا بقول لك قدام الهلال انا ببتسم، لان انت لعبت في السعوديه كذا مره. بالزبط. لعبت مع الاتي، لعبت مع اتحاد جده. بالزبط. ولعبت مع التعاون اخر مره. بالزبط. فارجعوا لنا شباب من فضلك. وبالتالي انا عارف كويس انا بكلم مين وبكلمه وهو عمل ايه يعني. الهلال فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده في اسيا. فريق بيدور على المكسب طول الوقت، فريق عنده امكانيات كبيره جدا جدا، عنده لعيبه مميزه جدا طول الوقت، المحترفين اللي عنده من اقوى المحترفين اللي بيكونوا موجودين في اسيا، سواء الهلال او الاتحاد او النصر او بس انا دلوقتي او الاهلي. انا بتكلم على الهلال شخصيا عشان هو كان بيلعب النادي الاهلي، ففرقه قويه جدا. النادي الاهلي كان عامل حساب ده وكان مركز في ده وعارف انه النهارده هيلاعب فريق الهلال الفريق القوي. من اول دقيقه وانا عارف ان النادي الاهلي هيكسب، من اول ما شفت والله. بدايه النادي الاهلي في المباراه والضغط العالي والكره الثانيه والتركيز والاصرار، قلت الاهلي النهارده هيكسب. يعني النهارده الاهلي سجل الهدف الاول، اي نعم في حاله طرد وحاله ثانيه كمان، لكن انا وجهه نظري ان حالات الطرد ما كانتش هتفرق في نتيجه المباراه. كده كده الاهلي رايح للمكسب ده. النادي الاهلي كان يكسب لان حالته الفنيه والبدنيه والذهنيه كانت افضل النهارده داخل الملعب. كل الكرات الثانيه النادي الاهلي واخدها. الاستحواذ للنادي الاهلي، التركيز عند النادي الاهلي، الاصرار على المكسب كان موجود عند النادي الاهلي. كلها عوامل تؤدي الى المكسب. حتى طريقه اللعب فيها شراسه. بالظبط. انا فيها شراسه. انا مبسوط قاعد بصراحه ماتش مبسوط. في ماتشات بتقعد تبقى شويه قلقان. النهارده مش مع ان فريق الهلال فريق قوي جدا جدا، لكن انا مش قلقان. كل محترفينه بالظبط. ما قلقتش لحظه. وفي كوره ما اعرفش الناس خدوا بالها خدوا بالهم منها النهارده ولا لا. وليد سليمان عملها. وليد سليمان كان قاعد على الدكه. في كوره ناحيه الشمال علي معلول على ما اعتقد او احمد عبد القادر ادى كوبري لحد، وبعد كده علي معلول راح حبه شويه يعني يستعرضه شويه. بالظبط يستعرضه. الكاميرا تلاقي وليد سليمان جري على الخط وبيزعق لهم. والله حاول اجيبها دي، انا ما خدش بالي منها، بس حاول اجيبها. انا بقول لك دي الحاجات بقى احنا بنقعد نركز فيها. لا لان الحاجات دي بالنسبه لنا احنا ما بنحبش ده. ما بنحبش ده خالص خالص. مش مدرسه الاهلي. خالص خالص. ما احبش اقلل من قيمه اي منافسه انا بلعبه. انا العب واكسب ودوس 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 في النتيجه. المهاره موجوده. بس الاستعراض لا. المهاره موجوده. في فرق بالكلام اللي انا بقوله عشان في ناس ما بتفهمش الكلام ده. مهاره ارقص وادي الواحد كوبري واعدي بشكل جمالي ما عنديش استعراض مشكله. استعراض لا. لكن عديت منه وارجع له تاني عشان استعرض. احنا ما بنحبش ده. فوليد هتلاقيه قام من على الدكه واتكلم مع عبد القادر وعلي معلول علشان مش عايز سيناريو رمضان مثلا في مباراه الزمالك يتكرر. مثلا عايز يحافظ على ان الفرقه تحافظ على الاساس. على الفرقه، على التركيز. احنا المتعه انك تكسب. انك تفرض سيطرتك او تبين قوتك يعني هو الاداء والمكسب. انا عايز اقول لك على حاجه كابتن ايمن، انا كل ما بقعد معاك برضو بقعد افهم شويه حاجات ليه الجيل بتاعك وكان برضو يعني مكسر الدنيا. يعني دي الكوره اللي انت بتتكلم فيها هي دي على ما اعتقد. خلينا نكمل. خلاص انت موافق على ان هو انا عديت بقى خلاص؟ لا ده كل دي كلها مهاره. ايوه روح بقى. هنا بقى ما ترجعش تاني كده. هنا بقى هي دي. بص الشكل كان فيه. هات بقى الكاميرا على وليد لو كملوها. بس بص وليد سليمان فين. بص واخد بالك بيقول لعمرو السولية قول لهم ما ينفعش اللي بيعملوه هناك. برافو عليك يا كابتن عماد والله. برافو عليك. الحاجات دي مع انها في كوره فنيات. لكن بنحاول بقدر الامكان اكسب. اكسب باسهل طريقه واسرع طريقه. الترقيصه الاوليه بتاعت عبد القادر طبيعي جدا، دي مهارات في الكوره. لكن يعني الرجعه بتاعت علي لا. عشان كده بيشاور للسولية بيقول له كلمه من اللي هناك، ده ما ينفعش يحصل. بالظبط. كنت بقول لك بقى قبل دي، انا بفهم كل ما بقعد معاك وعلى الهواء قدام الناس بفهم انتوا ليه كنتوا مختلفين. عشان انتوا دايما الرغبه عندكوا المكسب. بالزبط. ما فيش اي حاجه تانية. انت عارف الحاجات دي اوقات قطر نازل اوقات بترجع المنافس. ترجع المنافس. طبعا تخليه يعني. يعني نادي الزمالك في كره رمضان لو كان في وقت كان ممكن الزمالك يرجع. كان نتيجه 3 وكان الاهلي في الوقت ده ممكن يكسب اكتر. بعد التوقف والمشكله اللي حصلت نادي الزمالك سجل هدفه الثاني او سجل الثاني وكان همده بالجون. ما تستفزوش بالحاجات دي. همده بالجون. يعني النادي الاهلي النهارده بالاداء الرائع يعني مش عايز اقف عند دي لان دي حاجه لا 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 عادية. يعني هي دي حلاوتها في ايه؟ حلاوتها في دور وليد سليمان. بالظبط. وحلاوتها ان انت بتتكلم في نقطه ليها علاقه بشخصيه النادي الاهلي. بالظبط. وان الاهلي لازم يدوس. هي دي بالزبط. هي دي ميزتها يعني. وهم داسوا النهارده. واللي عاجبني في النادي الاهلي واللعيبه النهارده اتعاملوا معاها على طول. لا لا عادي. هي اصل هي ما خدتش يعني مش حاجه مش يعني حاجه مش بس حاجه بس انا بكلمك شو حاجه بسيطه قد كده في مباراه رائعه للنادي الاهلي ما حدش هيفكر فيها على فكره. لكن وليد سليمان على الدكه فكر فيها وانا قاعد بتفرج شفتها.
لكن ممكن لو سألت 50 مليون معدية هتلاقيها تعدي عليه. لا لا معدية، محدش وهي تعدي طبعا، وده اللي خليني وده اللي خليني اسالك النهارده وانا قاعد مع نجم كبير بحجمه وتاريخ كابتن عماد متعب في النادي الاهلي، يعني بتشوف ازاي اعلان وليد سليمان اليوم تحديدا اعتزاله مع نهايه هذا الموسم؟ انا اتفاجئت صراحه. اتفاجئت؟ اه انا اتفاجئت وما كنتش مصدق، كان في شويه اخبار ان وليد بيعلن اعتزاله، ف ليه هو ايه اللي حصل؟ وليد النهارده موجود لسه الموسم، وليد بيأدي باداء جيد، ف هو مع نهايه الموسم، مع نهايه الموسم، مع نهايه الموسم انا شايف ان وليد ادى للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، اخلص لعيب من انا من وجهه نظري يعني من ارجى اللعيبه اللي انا اتعاملت معاها في النادي الاهلي، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا، اضاف للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، اخلص بشكل كبير جدا، اختار التوقيت المناسب النهارده النادي الاهلي كسبان وفرحان، اه ثالث عالم الانديه وسط الجمهور، لان هو مش عارف ممكن يقدر يلعب تاني وسط الجمهور ده امتى. أيوة أيوة. فاختار التوقيت المناسب، هو بيودعهم يعني، هو بيقول لهم انتوا على راسي ومع السلامه. فانا شايف وليد ليه كل التحيه والتقدير على اللي اداه للنادي الاهلي وعلى الاخلاص اللي اداه للنادي الاهلي وعلى الاصرار وعلى روحه وعلى لعيب قائد جوه الملعب وبره الملعب، كل لعيبه بتحبه، ما بيبخلش على حد بمعلومه للعيبه اللي موجوده في الجيل ده. ولما انضم معانا عمل فارق معانا كبير جدا جدا واضاف معانا بشكل كبير جدا. هو ما طلعش من ناشئين النادي الاهلي بس، هو انغمس في النادي الاهلي بالظبط. يعني انت تشوف وليد النهارده هو ابن من ابناء النادي الاهلي. أيوه. جمهور النادي الاهلي بيعامله كده. ايوه صحيح. ليه؟ من اصراره، من اخلاصه، من روحه، من تضحياته. وليد من اللعيبه الرجاله، من اللعيبه اللي بتموت نفسها جوه الملعب، من اللعيبه اللي ما بتدلعش وما بتهزرش، ما بتسمعش صوتها كتير، ما عندهاش مشاكل. ما عندوش مشاكل، مركز في الكوره بس. ويمكن على فكره في بدايه تواجد وليد معانا في النادي الاهلي احنا ما كناش فاهمينه، مكشر على طول ومتنشن وبيلعب جامد قوي في التمرين. فكنا فاكرين يا ابني في ايه، فك. طلعت هي شخصيته كده، هو عايش كده. هو بيحب يركز في التمرين، بيحب يبقى مركز بشكل كبير جدا. عنده اخلاص، عنده اصرار، عايز يوصل للاحسن طول الوقت. فانا بحييه وبشكره على اللي عمله مع النادي الاهلي. اخر واحد من جيلكم، ها؟ اخر واحد من جيلنا خلاص. اخر واحد من جيلكم خلاص. يعني اخر واحد من جيلنا في النادي الاهلي. هو اخر واحد من جيلنا. مفيش حد تاني. اخر حاجه من ريحه الحبايب. مفيش خلاص. خلاص. انا الحقيقه بحب وليد سليمان جدا، وبحترم شخصيته وبحترم كلامك عنه، لانه برضو تاني وتالت ورابع في ناس لما بتتكلم يا كابتن عماد بتبقى مصدقه. يعني لما يتكلم كابتن عماد متعب بتاريخه الكبير على لعيب في النادي الاهلي دلوقتي بيعتزل، فالناس تبقى سامعه، لان هي عارفه انه حصل ما بينكم حاجات كتير، لحظات فيها انتصار ولحظات فيها خسائر ولحظات كتير جدا جدا، فبتبقى مصدقه الكلام. خليني بقى ارجع تاني مره تانيه للقاء النهارده. الاهلي بيكسب 4 وبيحاول ان هو بيزود الغله التهديفيه ويحصل تغييرات كتير وحاجات شبه كده. الاول بس عشان ما ياخدنيش الكلام فانسى، رايك ايه في عبد القادر؟ بص انا عايز اقول الجمله بس بالنسبه لمباراه النهارده. اتفضل. في مباراه اللعيب بيتمنى ان يكون موجود فيها، دي من المباريات اللي انا كان نفسي اكون موجود فيها. كنت تتمنى انك تكون موجود؟ شوف انا الحمد لله خدت بطولات وحققت انجازات كبيره جدا. لكن دي واحده من المباريات اللي كان نفسي اكون موجود فيها. اشمعنى؟ من متعتها، من متعه اداء النادي الاهلي داخل الملعب، من متعه اداء اللعيب، من اصرار واخلاص اللعيب، من شكل الجمهور اللي موجود في يعني كل حاجه كانت مناخ حلو، مناخ غير طبيعي. انك تلعب فيه كوره مع لعيبه في افوق حالاتها. فدي نقطه كده على جنب، دي نقطه مهمه. بالظبط. عبد القادر انا اشوفه واحد لو كمل بنفس الشكل والكلام ده يركز فيه عبد القادر بشكل كويس. وانا يمكن كلمته من فتره وهكلمه تاني. لعيب عنده امكانيات عاليه جدا، لعيب لو فضل مكمل بنفس الشكل وزود اكتر هيبقى واحد من افضل اللعيبه اللي هتكون موجوده في مصر في السنوات القادمه. يركز زي ما هو، قطعيه مختلفه، زي ما بالظبط قطعيه مختلفه. لعيب واثق من نفسه، لعيب مهاري. مفيش في مصر دلوقتي الشكل ده كده. لعيب مهاري، لعيب عنده ثقه عاليه جدا من نفسه، على طول لعبه ايجابي وعلى طول عنده حلول. فدي كلها مميزات كبيره جدا بالنسبه له. فانا نفسي عبد القادر يكمل بنفس الشكل. شكل التركيز ايه يا كابتن عماد؟ يعني ايه اللي بتطلبه منه؟ ما يروحش مع الموجه، مع النجوميه، مع الشهره، لان هي بتاخد في وقت ممكن تروح لازم ترجع. وفي ناس بتروح ما بترجعش. الناس بتحبك، الناس هتحبك وحبيتك عشان ادائك في الملعب. الدماغ ما تكبرش. بالظبط. هتحبك اكتر
كل ما تحقق بطولات هتحبك اكتر، كل ما تشوف ادائك جيد داخل الملعب. فانا على ما اعتقد ان عبد القادر، وعلى ما اعتقد ان هي شخصيته تؤهله ده، يعني شخصيته ودماغه توديه لحته ان هو يكون مكمل بنفس الشكل وبنفس الاسلوب وهو موجود في النادي الاهلي. على ما اعتقد ان الـ 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 الفكر بتاع النادي الاهلي مش هيخليه يروح الحته دي خالص، لان الناس اللي موجوده كلها المنظومه هي بتشتغل على ده. فعلى ما اعتقد ان عبد القادر انا شايف ان هو اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، واحد من افضل وهيكون من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر لو كمل بنفس الشكل والاسلوب، ولازم يكون موجود في منتخب مصر في المباراه اللي جايه، المباراتين اللي جايين لازم عبد القادر يكون موجود. النوعيه ديت محتاجينها في ماتش السنغال. لعيب عنده حلول، لعيب جريء، لعيب بيقدر يمسك كوره في الواحد على واحد بيخلص، وممكن واحد على اتنين برضه ما عندوش مشكله، وايجابي وايجابي صحيح. ايجابي يعني لو شفت النهارده الهدف الثالث هو بيحط كرة بكل هدوء، الوان طول اللي اتعمل وبعد كده بيركنها بتخبط بترجع له تاني، بيحطها بكل هدوء. حتى الفينشنج بتاعه هادي، الكرة اللي وليد سليمان قطعه وراحت انفراد وحطها ببطن رجله هادي. التكنيك بتاعه تكنيك سليم، هنا بيحطها ببطن. بص يعني رجعها تاني هتشوف بس هو بيلعبها بهدوء وبامكانيات. الكرة خبطت رجعت له تاني حطها بوش رجله، بوش رجله خارجي بالظبط. سهلة، مش سهل. يعني مش متعصب هنا، مش متعصب مش متوتر هنا. بص الترقيصة بس يعني ساب عليه وعدل على رجله اللي بص الذكاء انه بيعدل رجله. بص بقى هنا بطن الرجل اللي هو من تحت رجله بيحاول يحطها في البعيدة رجعت له تاني، ما توترش خالص، بوش رجله خارجي بالراحة، مع ان صعب مش سهلة. بس هو بيلعب السهل، حطها بكل سهولة لانه امكانياته عالية. والانفراد اللي سجله كمان انفراد من نص الملعب، وانا كان نفسي ده اللي ما اتحسبش اوفسايد، اللي ما اتحسبش اوفسايد. طيب عايز اسالك على بيتسو موسيماني بقى تحديدا، لانه الراجل ده انا جبت له الاحصائيه يا كابتن حمادو، جبت له حاجات كتير جدا جدا. 77 مباراه خاضها مع النادي الاهلي خلال العام والنصف العام ده، 77 مباراه اتغلب في 6 ماتشات بس، 2 منهم البايرن وبالميراس في كاس العالم للانديه، والباقي ماتشات كلها محليه. قدام كل الفرق اللي النادي الاهلي خسر قدامها في افريقيا، هو بلغه الكوره جاب حق النادي الاهلي. بلغه الكوره فاز على صن داونز، فاز على الترجي رايح جاي، فاز على الوداد، قدام الغريم التقليدي نادي الزمالك قبله 4 ماتشات ما خسرش منه ولا ماتش، بالعكس في ماتش منهم كسب 5-3، وماتش النهائي في البطوله الافريقيه كسب المباراه ديت. الراجل عامل اللي عليه من الناحيه الفنيه ومن ناحيه النتائج. 2 دوري ابطال افريقيا بعد ما اتغير 9 مدربين، 9 مدربين اتغير على النادي الاهلي بحثا عن البطوله الافريقيه ديت. الراجل جابها مرتين ورا بعض، بيحرز الميداليه البرونزيه، ومع ذلك عنده تصريح النهارده شايفه في ذكاء، قال لك مش سعيد، لست سعيدا، كنت اتمنى ان لون الميداليه يتغير بس الظروف اللي اتحطينا فيها، ومع ذلك مفيش اعذار. دي القصه كلها، بتشوفها ازاي بقى من وجهه نظرك؟ وابداها لي من مطرح ما انت عايز تبتديها في بيتسو موسيماني. انا بشوف واحد من افضل المدربين اللي جم في النادي الاهلي في الفتره الاخيره. انا ما بعرفش ليه الناس يعني نفسي حد يفسر ليه الناس بتنتقده. انت برضو زي حالاتي بتدور على نفسي، مش نفسي افهم، نفسي حد. انا من الناس اللي بنتقده فنيا في بعض المباريات، مفهوم لا، لكن ما انتقدش امكانياته. لان هو مدير فني امكانياته عاليه جدا، مدير فني في اللقاءات الكبيره والمواقف الكبيره كبير، حاضر موجود موجود وظاهر بشكل جيد جدا، ليه رؤيه، ليه شكل، ليه فلسفه مختلفه. انت حضرتك قلت دلوقتي احصائيه كبيره جدا جدا. الراجل خد 2 دوري ابطال افريقيا وخد سوبر افريقي، 2 سوبر افريقي، ما انا بقول لك، وخد سوبر افريقي وخد ثالث كاس العالم للانديه مرتين. احنا رحنا 5 مرات كاس العالم للانديه، خدنا مره ثالث عالم وكنا جيل قوي جدا جدا وما قدرناش نحققها تاني. الراجل في سنتين متتاليتين، وعلى ما اعتقد النادي الاهلي كان عنده فرصه كبيره جدا نوصل للمباراه النهائيه البطوله دي. فانا شايف ان موسيماني مدرب مميز جدا، مدرب عنده امكانيات عاليه، مدرب النتائج هي اللي بتقول مش احنا اللي بنقول. فعلى ما اعتقد ان النقد غير محله، النقد اللي الناس بتنتقد لموسيماني في غير محله، لان في الاخر محدش يقدر يعمل الانجازات دي في وقت قليل. محدش يقدر، لا محدش يعمل، يعني بعيد، مش عايز نقارن بالفتره بتاعتنا، ماشي ماشي ماشي. لكن في الفتره الاخيره محدش قدر يعملها. الراجل كان زي ما حضرتك قلت، كان بقالنا 7 سنين دوري ابطال افريقيا مش بدور على دي، هي دي يعني لعبنا 2 نهائي وخسرناهم مع الوداد، مع الوداد ومع الترجي.
وخسرناهم. الراجل رجع في سنتين قدر يفوز باثنين دوري ابطال افريقيا، فعلى ما اعتقد ان هو في المواقف الكبيره والمباريات الكبيره لا بيشتغل بشكل جيد جدا فنيا، باين داخل الملعب في اداء في شكل لفريق النادي الاهلي. فعلى ما اعتقد ان يعني هل ترى ضروره بقاء بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي بتجديد تعاقده؟ في حاله كده ظهرت وانا عارف ان انت متابع شاطر وجيد، يعني حاله من شيطنه الراجل شويه، يعني تحس ان الناس مش عايز عماله تشيطن في الراجل وحاجات شبه ليها علاقه ببيتسو موسيماني كذا كذا، وبعدين الراجل يجي يرد في الملعب بس، يعني الراجل يرد في الملعب. شايف زي من وجهه نظرك فكره انه بيتسو موسيماني يجدد تعاقده مع النادي الاهلي او الكلام اللي بيتقال خلال الفتره دي؟ انا شايف ان من الافضل لموسيماني ومن الافضل للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان موسيماني يكمل ويبقى موجود مع النادي الاهلي، لان الراجل خلاص خد الثقه الكامله والكافيه داخل النادي الاهلي، حقق البطولات اللي تخليه يشتغل وهو مرتاح نفسيا ويدور على الانجازات الاكبر، زي ما هو قال ان انا زعلان على لون الميداليه محتاج اللون يتغير. فعنده طموح مختلف، عنده حاجات عايز يوصل لها بعد كده. فعلى ما اعتقد ان هو مع الجيل ده ومع اللعيبه اللي موجوده عرف الكيمياء ماشيه ازاي، عرف اللعيبه، مش محتاج بقى ان انا ابدا من الصفر تاني واجيب مدير فني تاني لسه بضغوط جديد ضغوطات يعني ضغوط جديده ويبدا يفكر عايز يعمل انجازات مع النادي الاهلي عشان يثبت ان هو احسن. لا، فانا شايف ان الافضل لموسيماني والنادي الاهلي انه يستمر. وهو على ما اعتقد انه لازم يعني النادي الاهلي حطه في حته، خلينا نكون متفقين، موسيماني مدرب كبير، لكن لما جه النادي الاهلي زادت بطولاته طبعا، زاد اسمه بشكل كبير جدا، سيرته الذاتيه وكل حاجه، كل حاجه بالنسبه له، اي حاجه يقترن فيها اسم اي حد بالنادي الاهلي يكبر كتير. بالظبط. بالنسبه لموسيماني قبل ما يجي النادي الاهلي عمل ايه، ولما جه النادي الاهلي بقى عامل ايه، واسمه بقى عامل ازاي. فعلى ما اعتقد ان هو لازم يرد الجميل للنادي الاهلي، ان هو يتعامل باحترافيه وفي نفس الوقت ان التعاقد ينتهي مع النادي الاهلي عشان نكمل بقى النادي الاهلي يكمل الفتره اللي جايه سواء في الدوري او العين على دوري ابطال افريقيا، لان عنده ثلاث مباريات مهمين صحيح. جدا في دوري ابطال افريقيا في الشهر ده. وبيدور على البطوله رقم 11 والبطوله الثالثه ليه. ده اللي جمهور النادي الاهلي بيفكر فيه، وده اللعيبه بتفكر فيه، وده اللي موسيماني بيفكر فيه، ان انت بتخلص البطوله انا بدور على اللي بعدها، بتخلص البطوله انا بدور على اللي بعدها. لان ولا لعيب علي قوي يا كابتن حماد، والله طول عمركم بتصعبوا عليا. يعني انا يعني كنت لسه بسال اعتقد كان استاذ محمد الضماطي، بقول طب هتعملوا لهم طيب يعني حفله كده بسيطه احتفاليه وبتاع، قال لي عندهم ماتشات داخلين في دوري ابطال افريقيا وداخلين بتصعبوا طول الوقت ما بتلاقيش وقت عين تفرحوا، يعني بتلحقوا هو في يومها وخلاص خلصت على كده، هو نفرح النهارده وبكره اقفل الصفحه، يعني ندور نقلب الصفحه اللي بعدها. والله العظيم يعني عشان كده طب انا عايز يعني اللي هو كل لعيب منكم بيجيب جول ولا فرحان طب انا عايز افرح يا جماعه، ما بلحقش. افرح في نفس اليوم بس كده خلاص، لا افرح واتبسط. نبدا التمرين خلاص يا جماعه، الفرح انتهى، اللعيبه اللعب بتعمل ريكفري، وبعد كده بنبدا نفكر في الصفحه اللي بعدها. علشان كده في ناس بتدخل النادي الاهلي لعيبه ما بتعرفش تاقلم، ما بتعرفش تاقلم، مش عارف، الضغط كبير جدا عليه. يعني جمهور النادي الاهلي خلص النهارده، لو الاهلي اتعادل في ماتش اللي جاي مثلا في دوري ابطال افريقيا او اي نتيجه سلبيه، الجمهور هيبقى متضايق جدا ونسي اللي حصل عشان بيفكر في اللي جاي. فهي دي ده النادي الاهلي، وده جمهور النادي الاهلي، وده اداره النادي الاهلي، وده الفكر، وده قدر الاهلي بقى خلاص. بالظبط البطولات، ده قدر بالظبط البطولات. وعلى ما اعتقد ان كلك ما بتكسب بطوله كل ما دماغك بتروح للافضل، كل ما دماغك بتروح انك تحقق انجازات اعلى. انت في جيل حقق 5 دوري ابطال افريقيا، انا ليه ما اخدش انا كمان 5 دوري ابطال افريقيا؟ في جيل حقق ثالث عالم الانديه، انا حققت 2 ثالث عالم الانديه، ليه ما اروحش انا قبل النهائي وانا عملت للنهائي وانا اللي عملت الانجاز؟ ليه ما افكرش ان انا اخد البطوله؟ دي كلها تاريخ، طبعا تاريخ واسامي. يعني لما انا بتكلم دلوقتي لما بقعد اتكلم مع حضرتك انا بتكلم تاريخ، صحيح، بتكلم عن انجازات انا فخور ان انا عملتها مع الجيل اللي كان معايا. فاتمنى ان كل اللعيبه اللي موجوده عندها فرصه ذهبيه، سنهم صغير وامكانياتهم عاليه جدا، عندهم فرصه يكسروا الارقام دي ويوصلوا لحته احسن. والله عايز اقول لك انتوا شحططتوا معاكم كاتب التاريخ، يا كاتب التاريخ اكتب، يعني شحططتوا الراجل يمين وشمال، بس ده قدر الاهلي زي ما احنا بنقول. استاذنك نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا الممتع مع النجم الكبير كابتن عماد متعب، خليكم معانا. ما هو اكيد لما بنتكلم عن تاريخ كبير للنادي الاهلي
واحد من ضمن اكتر الناس اللي شاركت في هذا التاريخ هو كابتن عماد متعب، تاريخ كبير يعني واحد بيشرف بيه دايما. طيب نرجع تاني للكلام عن النادي الاهلي، وخلاص خلص كاس العالم للانديه والناس فرحت، يوم الجمعه الجايه الاهلي هيلعب الهلال. لسه بنتكلم على قدر النادي الاهلي. واحد ازاي يعرف يتعامل بسرعه كابتن عماد مع فكره ان انا لسه فايز بالبطوله اللي هي كاس العالم، جايب فيها المركز الثالث برونزيه كاس العالم الانديه، اللي هي انا كنت رايحها عن طريق بطوله افريقيا، انا تاني داخل بطوله افريقيا وهبتدي المنافسات من اول وجديد. بص يا ابراهيم، انا عايز اقول لك حاجه، انا ما بداتش ابص للميداليات اللي انا خدتها غير من ممكن من سنه سنتين والله. بعد ما اعتزلت جبت والله. بناتي وطلعت الميداليات كلها كلها وبدات افرق بين ميداليات البطولات المحليه والميداليات القاريه بتاع البطولات الكبيره، سواء دوري ابطال افريقيا او كاس الامم الافريقيه، ولبستهم لبناتي وصورتهم بيها، انا حتى ما صورتهم بيها. تعتز بال بتبدا بالتاريخ والمجد اللي عملته بعد ما تبطل. فاللعيبه دي رساله حلوه دي، فاللعيبه لازم تفكر في ده، ودي سياسه النادي الاهلي. انت لو افتكرت انك خلاص حققت المطلوب هتقع، فالنادي الاهلي بيفكر كده. فاللعيبه حالها وقدرها انها هتنسى ثالث عالم الانديه وهتنسى مباراه الهلال وهتفكر في مباراه الهلال السوداني. صحيح. والتركيز هيروح، بس ده عشان تفضل طول عمرك بعد ما تخلص كوره فخور باللي قدمته. بالظبط، ما انت لما تقعد تشوف انت حققت ايه. على فكره انت بتقابل المقابل ده في الشارع مع جمهور النادي الاهلي. طبعا بتشوف ازاي الناس بتقدر قد ايه انت اديت للنادي الاهلي، قد ايه انت اخلصت، قد ايه انت حققت بطولات، قد ايه انت فرحتهم. يعني لما قابل واحد ويقول لي انا كنت موجود في مباراه الكونفدراليه، انت مش عارف انا عملت ايه، انا كنت في البيت، مباراه الجزائر، انا بكلمك في الاهداف. أيوة اللي هي أيوة اللي أيوة كانت حاسمه. أيوة دي حاجه بتسعدني انا شخصيا، ان انا كنت في يعني لمره كنت سبب في سعاده جمهور النادي الاهلي. صحيح، دي حاجه بتخليني فخور. فاللعيبه لو فكرت بالشكل ده في الفتره اللي جايه والمره يعني للمره الثانيه والثالثه، بقول لك عندهم فرصه يكسروا ارقام جيل هو واحد من افضل الاجيال اللي كانت موجوده في تاريخ النادي الاهلي. صحيح. احنا ما قدرناش نحقق 3 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، هما ممكن يقدروا يعملوا ده. يقدروا يعملوا كده. طيب اسالك، بما انك بتتكلم على موضوع صناعه التاريخ ده، ازاي اللعيب يقدر يجمع ما بين الاثنين، يجمع ما بين صناعة تاريخ مع ناديه وصناعة تاريخ مع المنتخب، واحنا بنتكلم في عز ما المنتخب لسه مخلص بطولة الأمم الإفريقية هو، وداخلين إن شاء الله بإذن الله على معترك تاني مهم اللي هو الصعود إلى كأس العالم. بص، دي بتحصل إزاي؟ طول ما اللعيب طموحه ملوش سقف هيبقى عايز يعمل كل حاجة. يعني شوف، هتكلم برضو، أنا يعني من أكتر البطولات زعلت إنها ما لعبتهاش كأس عالم للقارات، وكان نفسي العب كاس عالم 2009. بالظبط، كان نفسي العب كاس عالم، كاس عالم القارات كنت عامل عمليه ونفسي اروح كاس عالم ما وصلت لهمش، لكن في الاخر حققنا 3 كاس امم افريقيه. فعلى ما اعتقد ان البطوله مع منتخب مصر ليها وضع تاني، وزن بالظبط، وضع تاني. بتاخد كاس الامم الافريقيه، بتحقق انجاز لبلدك. و طب احساسك ايه انت جبت 3 من 7؟ فخور طبعا. فخور طبعا. ما انا يعني النقطه كلها، بص انت، ما انا بقول لك لما بتقعد وتفكر في الحاجات دي كلها بعدين. انت بعدين بعدها تفكر فيها، ما بعدين ما بتحسبلهاش وقتها، مش وانت في الملعب. والله ما بتحسب لها، ما بتحسبهاش في وقتها. يعني لما تيجي تفكر مثلا النادي الاهلي كان واخد 3 دوري ابطال افريقيا لحد الجيل، ايوه، وبعد كده بقى واخد 8، احنا خدنا 5 دوري ابطال افريقيا، تحس انك مبسوط رقم. انك عملت حاجه رقم للنادي الاهلي. أيوة. وتاريخ للنادي، يعني النادي الاهلي تاريخه كبير. أيوة. لكن انت ساهمت في ان التاريخ يزيد. فالحاجات دي كلها انت بتفخر بيها وانت قاعد في البيت. عارف انا دايما اقول لك ليه بقعد اتكلم معاك في كده، علشان اشرح للناس من خلال الكلام ان دي فلسفه النادي الاهلي الحقيقيه. بالظبط، يعني مش مجرد كلام، هي الفلسفه اللي حاجة بتقولها دي، انه احنا بين البطوله في ظهر بطوله بنركز في كذا، وما حدش فينا بيركز في اي حاجه غير ان احنا نجيبه، ولما بنخلص نقعد نفتكر احنا عملنا ايه. فهي دي الفلسفه. يبقى لما يتقال ان الاهلي بمن حضر
يبقى ده حقيقه. لما يتقال انه النادي الاهلي ما خلاص ما بيفكرش في البطوله وبيقفل وبيفكر تاني يوم في البطوله اللي بعدها يبقى حقيقه. لما نقول ان النهم والشغف والكذا كذا كذا عن النادي الاهلي حقيقه. لما نقول ان النادي الاهلي سيد افريقيا حقيقه. كل الحاجات دي حقيقه. هو ده اللي انا بحاول ايه اترجته معاك وانا بتكلم بالظبط. يعني ما هو المهم انك تنفذ الكلام اللي بتقوله. يعني احنا بنتكلم النادي الاهلي بيفكر من اول دقيقه لاخر دقيقه لحد ما الحكم يصفر. شفنا ناشئين النادي الاهلي لو خدت بالك في كاس الرابطه صحيح نفس القصه نفس القصه. اهداف في الدقيقه 92 و93 هي مش مجرد كلام. هي روح موجوده. هي غريزه غريزه من قطاع الناشئين بتكمل معاك لحد ما تبطل كوره. هو يعني عارف فكر واحد اتجاه واحد. احنا بنلعب نفوز بالبطولات كلها. مركز تاني بالنسبه لنا مش محسوب. انت بتلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه. انت ما عندكش اعذار ولا عندك مبررات ولا ملعب ولا جمهور. ده كله ممكن نقوله بعدين لكن في ارض الملعب ما تقولوش خالص. انت لازم تنزل 11 لعيب تطلع 11 لعيب. في حاجات اساسيات كده بنتكلم فيها وبتتوارث. يعني اللعيب الكبير بيسلمها للعيب اللي جاي بعده واللعيب اللي بعده بيسلمها للي جاي بعده. فعلى ما اعتقد ان ده اللي موجود داخل النادي الاهلي وده اللي مخلي روح النادي الاهلي بالشكل ده. وده اللي مخلي ان اغلب نجوم مصر ونجوم افريقيا وشمال افريقيا وفي نجوم من العالم نفسهم يبقوا موجودين داخل النادي الاهلي. لان النادي الاهلي بيحقق بطولات قاريه زيه زي الانديه الافضل في العالم. صحيح. طيب بتشوف ازاي بقى مشوار النادي الاهلي بعد كده في بطوله الدوري وفي بطوله افريقيا؟ ويمكن ده هيبقى اخر حاجه عشان بعد الفصل اتكلم معاك على منتخب مصر. بص الاهلي دلوقتي عنده 3 مباريات في دوري ابطال افريقيا. ايوه انسى الدوري. انسى الدوري دلوقتي مقفوله خلاص. خلاص مفيش دوري خالص. احنا ما نعرفش حاجه عن الدوري. ايوه احنا عندنا 3 مباريات في دوري ابطال افريقيا. ده اللي احنا بنفكر فيه. عندنا مباراه الهلال هنفكر في مباراه الهلال. بعد كده نفكر في المباراه اللي بعدها. لكن الهلال يبقى التركيز على مباراه الهلال. بيبدا يدرس الموسيماني فريق الهلال بيلعب ازاي بيهاجم ازاي بيدافع ازاي. هو بيشوف الطريقه اللي هيلعب بيها امام الهلال. احنا البدايات بتبقى مهمه جدا. انك تبدا دوري ابطال افريقيا وتحقق مكسب بيديك ثقه وبيديك دافع وبيخليك مرتاح نفسيا غير لما تبدا مضغوط صحيح باي نتيجه سلبيه. فعلى ما اعتقد ده اللي بيفكر فيه موسيماني وده اللي بيفكر فيه اللعيبه وان هم ياكدوا ان لا احنا مش هنلعب مباراه ومباراه تانية الاداء بيقل. لا خالص التفكير والهدف الرئيسي في الانجاز القادم اللي هو نوصل ناخد دوري ابطال افريقيا رقم 11. وخد بالك الهدف والطموح لو النادي الاهلي راح كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت جمهور النادي الاهلي كله مش هيرضى بغير السنه الجايه بالظبط. لو راح السنه الجايه ابقى عايز النهائي. عايز وصول النهائي بعد اللي شافه. صحيح. هيبقى عايز النهائي. بس مش شايف انه في ظلم قوي في البطوله ديت؟ يعني فكره ان انا ليه اتعامل مع بطل افريقيا وبطل اسيا درجه تانية؟ ليه بتعامل ليه انا اودي بتاع اوروبا يلعب ماتشين بس شيك كده ومرتاح وجاي بعد ما البطوله ما بدات ويلعب له ماتش ويقوم داخل على ليه؟ يعني هي ظلمه بشكل كبير جدا. انت بتروح بتلعب مباراه وهو بيجي يلعبك هو مرتاح جدا. هو درسك بشكل كبير جدا وهو بيلعب قبل النهائي على طول. فانا نفسي في البطوله دي تتعمل بقى مجموعتين. تبقى المنافسه متساويه. عشان الظروف كلها تكون متساويه. صحيح. يعني ما شفناش يعني مثلا بطوله زي بطوله كاس العالم بيقول لك والله حاملين اللقب يا جماعه يجوا على جنب هنا يلعبوا في ادوار تانية والناس اللي لاول مره تشارك كاس عالم تلعب مع بعضها. ليه تشيلسي مثلا ما لعبش بالميراس مثلا؟ يعني اشمعنى يعني ايه الفكره ان تشيلسي ما لعبش بالميراس؟ ما تتعمل قرعه وتمشي يعني تمشي ماشي عدل بالظبط. يعني عدل يعني ليه انت عايز تحط الاهلي بيلعب منافس قوي جدا والهلال بيلعب منافس قوي جدا علشان في الاخر انت عايز توصل للاثنين اللي انت متارجت ان هم اللي يوصلوا للمباراه النهائيه؟ برافو عليك. ليه يعني ما يعني حتى لو اسباب تسويقيه بحته مش بالتهريج ده يعني لانه معلش والله انا ما اقصدش حاجه بس في الحاله بتاعتنا اللي هي حاله النادي الاهلي يعني ده اي حد يتمنى يسوق على حس النادي الاهلي. هو في حد عنده يعني ده لو تسويقيا الاهلي لو لعب مباراه نهائيه انت شايف انت بالظبط الموضوع تسويقيا هيبقى اعلى بكتير خصوص كمان البطوله في دوله الامارات. واحنا بنشوف ازاي دوله الامارات يعني بتساند وبتشجع النادي الاهلي وازاي احنا صحيح. يعني من البلاد اللي احنا كلاعيبه كوره بنبقى مبسوطين واحنا بنلعب هناك.
بنحب نروح هناك من الاستقبال ومن الاستضافة ومن الترحيب ومن الحب اللي احنا بنشوفه من الشعب الاماراتي. فدي كلها حاجات صحيح. بتخلينا موجودين هناك. فتسويقيا كان النادي الاهلي هيبقى الافضل يعني. قبل الفصل اسالك سؤال برضو جه في بالي، مين اللعيب اللي بتحس دلوقتي او لو في اكتر من واحد قول لي، تحس دلوقتي ان هم موجودين عندهم الصفات بتاعت الجيل بتاعكم اللي هي القلب والروح والمذاكره والكده؟ بص هو في لعيبه كتير بس ماشي. عشان ما انساش حد بس بالاخص الاثنين اللعيبه اللي انا بشوفهم حمدي فتحي والسليم. حمدي فتحي والسليم يعني انا حمدي فتحي اوقات بقلق عليه يا ابني اهدى عشان ما تاخدش انذارات، على طول مركز، على طول اصرار، على طول عايز الاحسن. السليم نفس القصه، السليم بسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره ما شاء الله تطور رهيب. حمدي فتحي اصرار واخلاص داخل الملعب قوي جدا. فعلى ما اعتقد ان الاثنين دول معاهم لعيبه كتير داخل النادي الاهلي ماشي. ويمكن اغلب اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي مش عايز يعني انسى حد عشان ما حدش يزعل، لكن بالاخص حمدي فتحي والسلاية واضحه فيهم شخصيه النادي الاهلي. استاذنك نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع الكابتن احمد. الجول ده بالصوت بتاعه بالاجواء بتاعته كابتن عماد لحد النهارده بيأشعر لي جسمي. انا لحد النهارده بتفرج عليه والله العظيم. والله الصرخه والصوت وصوت الجمهور يمكن دي من اكتر المباريات في حياتي اللي انا شفت فيها جمهور موجود في الاستاد. دي اكتر مره شفت فيها جمهور موجود في الاستاد. يعني الممرات بتاعت استاد القاهره كانت ما حسيتش بنفسك بعد الجول؟ مش مصدق خالص. يعني انت مش متخيل، انا قعدت وقت طويل مش قادر اخد نفسي فعلا. هم كويس، مش فاكر مين، عمرو زكي او زيدان هم اللي شالوني من تحت الناس. لا والله. والله من الفرحه. انا عمري في حياتي ما بجيب جول ما بقعش. بس ده وقعت غصب عني. غصب عنك. غصب عني طبعا من فرحه الناس. لا يعني كان نفسي بقى ده الجيل ده كان لازم يروح كاس عالم. نفسنا يعني، كان نفسنا وكنا قريبين، كنا على بعد أوي. خطوه أوي. لكن أوي. ما ربنا ما ارادش. ويمكن النقطة دي بقولها للمنتخب اللي موجود. أيوه. يمكن مالكوش نصيب تفوزوا بكأس الأمم لكن ربنا محضر لكم انك توصلوا كأس عالم. صحيح. احنا بالنسبة لنا ما كانش لينا نصيب نوصل كأس عالم. أيوه. لكن رحنا خدنا كأس الأمم. أيوه. فأتمنى ان هي تكون معكوسة كده. معكوسة صح. أتمنى. لأن احنا فعلا صح في الفترة دي في السنة ديت احنا ما صعدناش كأس عالم، بس رحنا كانت بطولة الأمم بعديها على طول مباشرة. 14-11 أيوه. لعبنا الجزائر هنا. أيوه. في مصر. أيوه. كسبنا 2-0. 18-11 لعبنا في السودان. خسرنا 1-0. في يناير لعبنا كاس الامم افريقيا خدنا البطوله. ولعبنا هنا بالظبط ولعبنا الجزائر وكسبنا الجزائر. لعبنا الجزائر وكسبنا الجزائر 4. فانا بكلمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الظروف تبقى معكوسه دلوقتي. انت ما حصلش نصيب، لعبت منتخب السنغال خسرت منه. اتمنى ان شاء الله ان في المباراتين الفاصلتين منتخب مصر هو اللي يحقق المكسب ويوصل كاس عالم. لما هنروح المباراه بتاعت السنغال ذهابا وعودا ان شاء الله باذن الله، ايه الحاجات اللي احنا المفروض نحافظ عليها وايه الحاجات اللي احنا نتخلص منها علشان المواجهه دي نبقى اشرس واعنف وافضل كتير؟ نحافظ على الروح اللي خرجنا بيها من كاس الامم. الروح بالظبط. يعني اللي فرق منتخب مصر في اول 3 مباريات عن بعد كده هو الروح. يعني انسى مباراه نيجيريا بمباراه تنزانيا بمباراه السودان، كان الاداء فيها اداء لكن عارف الحته بتاعت الرغبه والعزيمه غير الكوره ما كانش شويه مش موجود. لكن بعد كده بدايه مباراه كوت ديفوار، شوف الاصرار، شوف الضغط، شوف القوه. يعني في الاوقات دي احنا خلاص قلنا لو منتخب مصر حتى خرج احنا مبسوطين راضيين عنه. بالظبط. فهو ده اللي احنا عايزينه من اللعيبه. انت لعبت منتخب السنغال، عرفت مصادر القوه بتاعته، الاطراف عنده اطراف صحيح سريعه جدا. يعني انت يمكن كيروش حلها بانه لعب باثنين، لعب بزيزو وحط تريزيجيه، خلى زيزو قدام امام عاشور وتريزيجيه مع ابو الفتوح عشان يقفل الجبهتين وقفلها في الشوط الثاني. لعب 4-4-2 على فكره. ايوه مظبوط، برافو عليك. لعب 4-4-2 يعني كانت غلطته انه طلع مصطفى محمد لكن في الاخر هو قفل. الراجل شايف، قاعد من بره شايف ومركز وقفل مفاتيح لعب منتخب السنغال. فانت عرفت وشفت دلوقتي منتخب السنغال بيلعب ازاي. انت المفروض تفكر انت هتقفل ده ازاي وهتكسب ازاي. صحيح. ده اللي لازم يكون بيفكر فيه في الفتره اللي جايه. طيب على ذكر مصطفى محمد، البعض
ربط قال كابتن عماد متعب مثلا ما سجلش مع منتخب مصر في 2006 بس كان عنده دور محوري 2008 اسف بس كان عنده دور محوري مع المنتخب وقال هو لي قال الكلام ده كابتن احمد حسن قال لك انه كان دوره مهم جدا جدا ما سجلش بس كان عنده دور مهم جدا في الملعب. البعض ربط هنا الربط ما بين انه مصطفى محمد كان عنده دور نعم ما سجلش بس كان عنده دور، هل شايف ان الربط ده صحيح ولا لا؟ هو الامور متشابهه بس في نقطه اتفضل اللي فرق مع مصطفى ان اول ثلاث مباريات المنتخب كان اداؤه وحش ما كانش اداء جيد اللي هي المباريات اللي انت كمهاجم تقدر تسجل فيها والمباريات اللي انت بتكون بتهاجم فيها بشكل اكبر باستثناء مباراه نيجيريا. فهمت وجهه نظرك، انت ما عندكش ادوار دفاعيه بتاديها قدام السودان وغينيا بصعوبه الماتشات بعد كده اللي انت فيها بتلعب دور دفاعي لباقي زمايلك عشان خاطر تخرج الاطراف. حظه الوحش ان الفرقه ما كانتش كويسه. ده الحظ السيء لمصطفى ان الفرقه ما كانتش كويسه، ما حدش كان بيخدم عليه. تدخل بقى على مباراه كوت ديفوار تلعب منتخب قوي جدا جدا، النتيجه ممكن تخلص 1-0 تخلص خلصت ضربات جزاء. فانت الفرص مش كتير. المغرب الفرص مش كتير الكاميرون صاحب الارض ومنظم البطوله الفرص مش كتير، السنغال نفس القصه. هي الفكره كلها الظروف ما خدمتش مصطفى، واللي انا بلوم عليه مصطفى اتفضل انه ما حاولش يلعب على المرمى كتير. عمل مجهود جبار لكن ما بانش اداؤه على المرمى. يمكن انا في 2008 لعبت كتير على المرمى ما سجلتش ضيعت. كان هيطلع الجيل ده حرام عليك. انا عايز اقول لك الكاميرون واحنا نازلين في الممر عشان نلعبهم احنا في 2008 الكاميرون تكسبتها 4 ايوه في الدور الاول وكسبتها في النهائي في الفاينل. بتلعبهم في 2010 لا انت مش فاهم هم نازلين قاتل. ما عندناش حل وغير كده احنا قبلها كنا خرجنا الكاميرون من كاس العالم. ايوه جول جول بتاع شوقي تعادلنا وانت ولا نقط لك ولا جمل في البطوله. يا صباح الفل يا جماعه وانت سامع عليكم وكنت فار بقى قالوا ضرب جزاء هم اللي ضيعوها صحيح. احنا كان نفسنا تيجي انت مش تخيل الشعب الدنيا كانت هناك ضغط رهيب الكاميرون كلها في الاستاد هم هو اللي ضيع ضرب جزاء مش احنا نعمل لكم ايه لما شوقي جاب الجول احنا مش عارفين نحتفل مش عارفين نفرح. انت عادلنا هناك وكوت ديفوار كسبت وهم خرجوا من كاس العالم. فانت بالنسبه لمنتخب الكاميرون انت ايه انت عايز مني ايه بالظبط. فخرجنا من ملعب على المطار ما فيهاش تهريج انت بتحط نفسك مكان اللعيبه ومكان الجمهور عشان كده هم كانوا جازين قوي جازين وانت جازز بس انت تعاملت جاز بحكمه تعاملت بخبره عاليه جدا اللعيبه اللي كانت موجوده. فاتمنى ان شاء الله ان الجيل اللي موجود يوصل كاس عالم. اتمنى ان شاء الله ان هو يتعامل مع مباراه السنغال بهدوء ومن غير توتر احترام مش خوف. وحط تحت دي مليون خط انا بحترم المنافس عمري ما خاف منه صحيح. وفي نفس الوقت انا منتخب مصر هلعب على ارضي وهلعب على في السنغال وقادر ان شاء الله على المكسب هنا وهناك. لكن بتتحسب مباراتين مش مباراة واحدة لازم افكر فيهم صح. مطلوب مني ايه هنا في مباراة الذهاب؟ مطلوب ان انا ابقى هادي هادي جدا. في جملة احنا بنقولها على طول في النادي الاهلي ابدا 11 واخرج 11 يعني ده مهم جدا. يعني ايه؟ يعني ما تخسرش لعيب بالطاقة لان طول ما انت 11 قادر انك ترجع لو قل منك لعيب انت بتعجز زمايلك بتعمل حمل كبير. فاتمنى ان دي اول حاجة المنتخب هادي مش متعصب مفيش اي حاجات خارجه بالنسبه للانذارات الانذارات ده عادي لكن ما حدش يطرد ان تبدا 11 الناحيه التكتيكيه والناحيه الفنيه ان اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه فنيا وبدنيا وذهنيا وما يكونش في اصابات يبقى كل المنتخب كامل بكامل عناصره يبقى في الاختيار الانسب لكروش في التشكيل وطريقه اللعب اللي موجوده. رايك ايه في حاله الثقه اللي وصل لها كروش مع المنتخب ومع اللعيبه والعلاقه مع اللعيبه والعلاقه مع جمهور كره القدم المصريه؟ الحته اللي كنا مفتقدينها مع الراجل في البدايه واللي وصلنا ان احنا بقينا كده كلنا مع بعض. بص بيبقى صعب جدا ان مدير فني الناس بتتكلم عليه والراجل عايز يثبت لا انا مدرب كبير وان جيل موجود على طول محطوط في مقارنه مع جيل تاني فمظلوم فعايز يثبت لا احنا لعيبه كويسه. لو خدت بالك بعد البطوله كل الناس قالت فكرتونا بالكره الجميله ده حقيقي. فالضغط اتشال دلوقتي بقى ايه بقى طموح يعني قبل كاس الامم الافريقيه تقعد كنت مرحله انك بتثبت نفسك بالظبط دلوقتي انا جاي افكر بقى للافضل للاحسن. دلوقتي لو سالت اي حد قبل كاس الامم هيقول لك احنا هنخرج ايوه
اخرنا هنوصل لدور ال 16 او دور ال 8 وهنخرج دور ال 8. دلوقتي الغرض لا، احنا هنوصل كاس عالم وهنصعد دور كمان في كاس العالم إن شاء الله. لان اللعيبه هي اللي خلت الجمهور المصري طموحه يعلى بادائهم في البطوله. يعني في البطوله خلاص الجمهور بعد مباراه كوت ديفوار لا احنا هناخد البطوله، مع ان قبل كده ما كانش بيقول كده، ما كانش فيه كده بالظبط. فاداء اللعيبه تيجي ماتش المغرب تعلي الريتم قوي، تكسب المغرب 2-1 وتبقى متاخر وترجع بالظبط، بعد كده تكسب الكاميرون. هي النقطه كلها انت ادائك اللي بيخلي الجمهور يطمع في حاجات اكبر. زي النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي اداؤه خلى الجمهور يطمع ان الكاس عام للانديه اللي جاي ايا كان ان شاء الله النادي الاهلي لما يوصل نهائي. فمنتخب مصر نفس القصه، انت طموحك دلوقتي ورغبه الجمهور وثقه الجمهور فيك هتخليك تلعب باريحيه اكتر، هتخلي اللعيبه داخل الملعب مرتاحه. تفتكر لو هيكون في اضافات على اللعيبه اللي موجوده النهارده، عبد الله السعيد بيعلن اعتزاله اللعب الدولي وبنتمنى له كل التوفيق، وعبد الله برضه مسيره محترمه اكيد مع منتخب مصر، مين يبقى موجود كاضافه مع منتخب مصر تشوف من وجهه نظرك يضيف الى المجموعه؟ انا اتمنى ان يكون موجود في الفتره الجايه، يكون موجود احمد عبد القادر، يكون موجود قفشه وطارق حامد، ويكون موجود احمد رفعت. الرباعي ده يكون له دور، يكون موجود في الفتره اللي جايه. يكونوا موجودين ايا كان بقى المدير الفني يلعبهم ما يلعبهمش، دي قصه بتاعت، لكن يكونوا موجودين ليهم دور في المنتخب الفتره اللي جايه، لان هم لعيبه عندهم امكانيات عاليه جدا ولعيبه هتعمل اضافه. ويمكن الراجل عمل حاجه كلنا بنحيي عليها، انه ظهر لنا لعيبه لو مدير فني تاني ما كانش هيطلع اديهم الفرصه، لعيبه كويسه جدا بس ما كانش هيديهم الفرصه دي. يعني عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ابو الفتوح، امام عاشور لما لعب باك رايت، مهند لاشين، اللعيبه دي كلها لعيبه كويسه جدا ولعيبه عندها امكانيات عاليه، لكن مين كان هيديها الثقه؟ وفي كاس الامم، في كاس الامم صحيح، وبيلعبوا بطوله كامله اساسيين ونجوم البطوله صحيح. فانا بحييه على ده. احمد رفعت في البطوله العربيه ظهره لنا بشكل جيد جدا. وانا حقيقه برضو كمان نقطه عجبتني في احمد رفعت، انه كان متزن في تصريحاته، ان هو لما ما اتخذش في بطوله الامم الافريقيه ما عامش على عم اي حد بالظبط، اتكلم كلام متزن في حق جهازه الفني وفي حق منتخب مصر، وبالتالي كمان ده بيخلي الجهاز الفني ما عندوش مشكله، يعني بالزبط. اللي هو خلاص انت رجليك موجوده معانا، ده كان لاسباب وده بتبقى موجود. المدير الفني بيبقى مرتاح لما اللعيبه اللي عنده تبقى لعيبه ما عندهاش، يعني عارف، صافيه، ما عندهاش مشاكل بالظبط، ما عندهاش مشاكل. لعب ما لعبش، متضايق ان انا ما لعبتش بس ما بوظيش، لكن ما بوظش المعسكر بالظبط، ما بوظش الفرق، ما عملش مشكله معاك. لو اتكلمت حتى معاك يبقى باحترام. أيوة. ما عنديش مشكله مع زميل اللي بيلعب مكاني، لان هو مش سبب. صح، برافو عليك. يعني انا المهاجم اللي بيلعب مكاني هو مش سبب، ملوش دخل، ده راي الراجل بالظبط. والمدير الفني هو السبب ان عماد يلعب او سين او صاد. بس فانا ما ازعلش من زميل. انا لو زعلت ازعل من المدير الفني ويبقى كلام معاه باحترام. فعلى ما اعتقد ان نوعيه اللعيبه العاقله في تصريحاتها، احمد رفعت زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو تصريحاته متوازنه، لا ده خلى المدير الفني لا تعالى لو وقت ما احتاجه هيبقى موجود، مش صحيح. هبقى شايل منه، ما فيش ضغينه بيني وبينه. فالحاجات دي كلها بتزود من قيمه اللاعب، ما تقللش من قيمته. صحيح. كابتن عماد، كالعاده ببقى مبسوط في وجود حضرتك معانا، وانت قيمه كبيره وتاريخ كبير، ودايما اقول نفس الكلمه، بحترم التاريخ الكبير اللي عملته مع منتخب مصر، وبحترم التاريخ الكبير اللي عملته مع النادي الاهلي، وبيزيدنا شرف دايما بعد شرف انه تشرفنا في برنامج. انا اللي بتشرف بوجودي معاك والله يا ابراهيم، وبتكلم وانا مرتاح، يعني بخرج كل الحاجات اللي جوايا. بنخلط بين الماضي وبين الحاضر صحيح. وبنحاول نوصل بقدر الامكان رسائل للعيبه ان يقدروا يستفيدوا منها، وبنحاول ننقل خبراتنا ليهم. وحتى لما بنتكلم او بننتقد بنراعي شعور اللعيبه، وبنتكلم للصالح العام للمصلحه. فانا بتشرف بوجودي معاك دايما، واتمنى الناس ما تكونش زهقت. كالعاده منورنا، محدش يزهق من العمده، محدش يزهق من كابتن عماد متعب، انت تاريخ كبير وحاجه محترمه. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا عماد. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا مره ثانيه وثالثه، وببارك لجمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي على فوز اليوم على الميداليه البرونزيه، ودائما الاهلي عنده الافضل، دائما الاهلي الى الامام. بشكركم شكرا جزيلا، تصبحوا الف خير. سلام عليكم.